كفي معكم مشاهدينا حديثنا لليوم، ودائما حصة المواهب وحصة الأعمال بما يتعلق بالأعمال اليدوية بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، وأيضا أفكار الشباب السوري محفوظة ضمن ساعتنا. وأكيد اليوم رح نتعرف على أحد المشاريع يلي عم تنطلق بعمر صغير وبنتاج كتير مميز. بصراحة كتير يعني هيك لفتني المشروع بشكل عام. صحيح بشار، المشروع وصاحبة المشروع ملفتين جدا، لأنه بلشت بعمر 15 سنة جمانة مرعي صاحبة مشروع سكر، يلي حاولت تبلش حلمها أو تحقق حلمها من الصغر. صارت معنا ضمن الاستوديو لتعرف على مشروعها يلي بخص الإكسسوارات. يا ميت أهلا وسهلا جمانة. أهلا وسهلا فيك جمانة، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك. يعني بدينا حديثنا لصراحة، كنت عم نحكي تحت الهواء، سألتك أول شيء قديش عمرك. فدائما بنشوف أصحاب المشاريع يلي تتعلق بالأعمال اليدوية والهاند ميد أعمارهم متقدمة، سيدات قاعدين ببيوتهم عم يشتغلوا. لفتني عمرك الصغير، منين طلعت الفكرة؟ ليه حبيتي تبدي بمشروع يتعلق بالهاند ميد بداية؟ نحن لما عطلت بالصيف شفت رفقاتي كتير بلشوا بمشاريع، إنه منهم شموع ومنهم هيك، أنا حبيت اعمل اكسسوار، انا بحب الاكسسوار. حلو، هي اول شيء بلشتي فيه هو الهاند ميد بما يتعلق بالاكسسوارز. قد ايه له المشروع تقريبا؟ سنه تقريبا. لنا سنه وعمرك 15 سنه. حلو. طيب بتحبي شغل الاكسسوارات؟ هو في حدا بالعيله بيشتغل هذا الشغل؟ او هو هيك لانه نحن البنات هيك بنحب هي القصص وهي الحركات؟ انا بحب، لا ما في غيري بالعيله انا بعمل، وبلشت لحالي اول شيء، وبعدين ماما بلشت معي. اه حلو، يعني انت انضم لك حدا من العائله بالمشروع. طب ليه سميتي سكر؟ هلا ماما سمت لي يعني انه انا وحيده بين اخواتي، فبتقلي انه انا قطعت السكر بالبيت. حلو في له قصه، حتى الاسم في له قصه. خلينا نحكي شوي عن المضمون يلي عم نقدمه، مثل ما شايفين قدامنا، وايضا مثل ما رح يقطع على الشاشه هلا صور للمنتجات يلي عم بيقدمها المشروع. خبريني تفاصيل عن النوعيه يلي عم تشتغلي فيها. بعض بيروح لاحجار كريمه، بعض بيروح الى ما هنالك من التفاصيل، خبرينا اكثر. بلشت اول شيء بخرز عادي، بعدين صرت جيب احجار كريمه واحجار طبيعيه وحجر فيروز وهيك، ونعمل من الاكسسوار. حلو، طيب هي التفاصيل مين يعني مين خبرك عنها؟ كيف عرفتي انه اليوم انا هي القطعه انا بقدر صممها هيك، او هذا الحجر مثلا ما بيناسبه هذا الخيط، بيناسبه معدن، وهي التفاصيل كيف تعلمتي؟ انا صرت اشوف على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا، بعدين ماما صارت تساعدني اكثر، صرت اعتمد اكثر شيء على امي. تساعد انا وياها، وهي تختار لي الخيط اللي انا لازم اشك فيه، وبعدين انا صرت لحالي يعني اكثر. طيب لقيتي ايال اصعب اكثر بالخيطان؟ يعني شو الصعوبات اللي واجهتيها اول شيء؟ يعني اوقات الواحد بيتعلم من اليوتيوب بس يجي ليطبق بيلاقي انه لا صعب، لانه اوقات اللي بيعلموا على اليوتيوب كمان ما بيعطوكي سر المهنه مزبوط. يعني خبرينا اكثر عن هي القصه. هو ما في صعوبه، لانه انا اصلا انا وصغيره كثير كنت شك من قبل، بس شك خرز عادي يعني، بعدين بس كبرت صرت احب هيك نشك، وبلشت انا وماما، وماما تشكل لي اكثر، يعني هي تطالع لي الموديلات وتشكل لي بالخيطان المناسبه يعني للاحجار. حلو، طيب بالنسبه للالوان وهي القصص، يعني بتتابعي شو دارج مثلا هي السنه؟ شو في موضه الوان؟ خبرينا هي السنه شو في هيك اكسسوارات دارجه كثير؟ لا اكثر شيء للاحجار الكريمه دارجه. نجيب نحن ونعمل نحن بلمستنا يعني، غير تبع السوق، بس انا شوف يعني على السوشيال ميديا شوف. حلو. طيب بالنسبه للاحجار الكريمه اوقات حسب الاسم حسب البرج كمان هدول بتدرسيهم لتعرفي كل شخص اذا بده يطلب منك حجر كريم مثلا شو بيلبق له او لا؟ طيب كيف حفظتي هاي المعلومات؟ خبرينا. انه من طريق الزباين، شوف انه هي شو بتطلب وهي شو بتحب اكثر، وانا اجيب اللي بتحبهم يعني اللي بحبوه الزباين. حلو. حلو، يعني بدنا نوجه تحيه اكيد للست الوالده موجوده معنا بالكواليس كمان. بدي اروح شوي جمانة لموضوع المدرسه والدراسه. اليوم كيف عم تنسقي بين هذا الشغل وبين موضوع الدراسه وهو الاساس يعني دائما؟ ايه طبعا اساس، لما بكون انه عندي دراسه خلص برجع من المدرسه اول شيء الدراسه، بعدين يعني بالليل انه بكون عم بفكر شوي فيهم وبعمل بالليل. حلو، بعد كل الدراسه بنبدا بالتفكير. هذا الشيء ما بياثر عليكي انه الشغل بالليل وعندك فيه الصباح ودراسه؟ لا يعني انه دغري شغله بسيطه بعملها وبقوم. صارت روتين يومي. يعني انه كانت عم تحسدني الصبح للصراحه، لان
الصبح جاي بكير قبلها، فانصدمت انه كيف جاي بكير. ف شوف تعلمي يعني فكره حالي انه انا اللي واصله بكير، فطلع قبلي، طلع لازم اتعلم بقى من الجيل الجديد. جمانة، اليوم مجال الاكسسوار بالنسبه لصبيه بعمرك، بعمر صغير، بياخذ تعب، بتحسي انه انا ما عاد بدي بعد سنه وبعد كل المنتجات اللي اشتغلتيها، بتحسي انه انا لا خلص حسيت انه هذا المجال شوي صعب، او في عقبات فيه، او في مشاكل عم تطلع لي انا عم بشتغل، حسيتي بهذا الاحساس او مريتي فيه؟ ما مرقت، يعني كان في صعوبات انه نزلت السوق وهيك وما في حدا ينزلنا ومواصلات وكذا، بس لا بعدين صرنا ننزل وصار سهل. حلو. طيب كيف بتروجي لحالك؟ هلا مجال الاكسسوارات منتشر كثير، يمكن لانه البنات كثير بحبوه، بيلاقوه سهل، المواد الاوليه لإله، الخرز وهي الشغلات موجوده بالسوق منيح، يعني مو مثل باقي القصص. كيف بتروجي لحالك لشغلك انه فيه تميز عن غير مشاريع؟ اول شيء نحن شاركنا ببازار، بس اعتمادي الاول والاخير على الانستا والفيس، يعني اكثر شيء بنزل عليهم وبروج السوشيال ميديا. تماما. اليوم موضوع راس المال، حاسس يعني هيك رح نحكي شوي مصطلحات كبيره، ولكن دائما اي مشروع بدنا نبدا فيه بحاجه مبلغ معين. حسيتي انه انت بديتي براس مال منيح، او هذا المشروع كان فيه راس مال منيح، بده راس مال منيح اساسا، او لا نحن بنقدر نبدا من الصفر باي مبلغ موجود معنا نقدر ناسس فيه؟ بنقدر بمبلغ كثير صغير. انا بلشت جيب خرز كثير ناعم وصغير والوان، يعني وبس اعمل بالالوان وهيك، بعدين لحتى تطورنا، بس صار عندي مردود مالي صرت احسن اجيب احجار كريمه. برافو. هذا الشغل، مين اول الزبائن يلي اخذ او انتبه انه والله جمانة عم تشتغل هيك؟ مين اول زبون كان عندك؟ اول يعني هن اللي بيقربونا هيك اول شيء. المحيط. ايه حلو. بعدين صرت اشحن على الشام وعلى النبك. برافو برافو. حلو. طيب بالنسبه للبازارات، عم تخبرينا انه شاركتي ببازار واحد ولكن الاعتماد على السوشيال ميديا، هل برايك البازارات بتروج اكثر او بتكون مثل خلينا نقول سوق لحتى تفرجي منتجاتك اكثر، العالم تكون اقرب للقطعه تشوفها يعني بعيدا عن الصوره؟ هو بتشوف بس على السوشيال ميديا اكثر، يعني كان الترويج عندي على السوشيال ميديا اكثر. يعني ما حسيتي انه البازارات او هاي الفعاليات ممكن تروج اكثر او يصير فيها بيع اكثر؟ السوشيال ميديا حسيتها اكثر، انه في بيع اكثر من البازار. طيب خلينا نرجع شوي للدراسه، لانه يعني لقينا نحن يمكن جينا صعوبه بالدراسه او دخلنا سوق العمل متاخرين، يعني بعمر 15 سنه تعتبري بعدك هيك شاب صبيه صغيره. طموحك لقدام هل يتعلق بهذا المجال، تصميم او هي القصص، او لا في ببالك شيء ثاني تماما؟ هلا انه الدراسه شكل، وانه انا يعني في ببالي انه يعني ممكن مع الايام نشوف جمانة مرعي طبيبه او محاميه او لا انا ادبي محاميه اي ممكن انه محاماه، بس بحب اكثر مجال التسويق والاعلام. حلو ممكن نشوفك زميله يعني ممكن ان شاء الله ان شاء الله. جمانة، اليوم ما يتعلق بالمضمون اللي عم نقدمه، خبريني عن، شايف انا هون اطواء، شايف كمان على الستاند اساور، خبريني شو عم تقدمي، شو الديزاين اللي عم تقدميه؟ انه حسب يعني الزبون شو بتطلب، واحيانا انه نحن يعني انا مني افكار انه ممكن نحط احجار مع خرز، ممكن نحط نجيب انه عيون مثلا، هلا درجه كثير لعيون نحط انه كثير مع احجار البحر، كثير كان انه هيك شغله كثير حبوها. حلو. هي هذا الطوق شرط يكون معه يعني كامل، طوق وسواره والتفاصيل وحلقه؟ آه. ما شاء كان ممكن توسع بناء على طلب الزبونه. طيب في حال الزبونه بعثت لك صوره لاحجار كريمه او ل سنسال معين ممكن يكون من ماركه غاليه، ممكن تقدري تعمليه نفس الصوره او انت لا بتشتغلي شغلك وبتعرضيه بعدين؟ لا كثير في منهم بعثوا لي وانا بعمل مثل ما بدهم هن. يلي اسهل انه انت تشتغلي الشيء اللي انت حابه، اسهل من الصوره. حلو حلو. جمانة، شو اكثر اصعب ماده للشغل، الاحجار الكريمه او الخرز، او ماده بتحسي انه هي ماده صعبه بدها دقه بالشغل؟ هو هلا الاحجار الكريمه صعبه، انه هيك يعني فيها صعوبه انه انت عم تشك. اها ممكن تكون الماده صلبه مثلا. خرز يعني اسهل
اها حلو. اليوم كمان موضوع حكينا عن موضوع التسويق، وقديش اليوم التواصل مع الناس على السوشيال ميديا عم تكوني كمان يعني متواجده افيلبل كل الوقت، يعني بما يتعلق بالحصول على الطلبيات، بما يتعلق بالتوصيات، قديش خبريني شوية تفاصيل، كيف عم تلاقي ترويجك صح؟ كيف عم تتابع السوشيال ميديا بما يتعلق بالمشروع؟ لا كله أنا بنزله على انستا وعلى الفيس عندي وفيس عند أمي. حلو. فأنا لما بيكون مثلا عندي شغل بشتغل، أمي أحيانا بترد على الطلبات وبتاخذ وهيك، وأحيانا أنا. قديش يوم طلبية بتاخذ وقت للتجهيز؟ يعني حسب الطلبية، إنه حسب مثلا هذا يعني يعتبر إيه سنصار. يوم تقريبا يكون يوم خالص. بيكون جاهز. حلو. طيب واجهتي شي طلبية كبيرة مثلا لمحل أو لسه ما فتي بهذا المجال؟ أو حتى لشخص لزبون مثلا قالت لك بدي سنسال وأسوارتين هي إيه قديه بتاخذ هيك طلبية مثلا؟ خلينا نقول سنسال وحلا وأسوارتين تقريبا بدي يومين، بس انه نكون جاهزين قبل ما يمر يومين. حلو. جمانة اليوم موضوع الخشب ايضا شايفين ضمن انا عم جرب ضوي على كل المنتجات اللي عم تشتغلي فيها، ايضا موضوع الخشب شايفينه باحد القطاع. اليوم الاكسسوارات الخشبيه مطلوبه اللي فيها خشب كثير. هلا بالسوق تقريبا كل السوق صار خشب هلا، لانه اكثر شيء دارج هلا هو الاحجار الكريمه. حلو حلو. طيب بالنسبه للالوان، ايال الالوان اللي اكثر شيء دارج هي السنه بالنسبه للاكسسوارات؟ الذهبي، الفضي، الازرق. هلا بحس الفضي اكثر هلا دارج، ولانه كنت عم احبه كمان، انه الذهبي مع الاحمر هيك عم احبه. يعني انه ممكن الذهبي او الفضي يخلطوا مع الالوان. مع الالوان. طيب لوين رايحين بالمشروع؟ وين حابة توصلي بالمشروع؟ بدي اوصل لمعارض برا سوريا ان شاء الله. برافو. حلو حلو. طيب بالنسبة لجيلك، شو بتقولي للبنات او للشباب يلي من جيلك يلي لسه ما عندهم افكار لاحلامهم، عايشين بعمرهم؟ ممكن يبلشوا بمشاريع صغيرة مثل ما انا بلشت. يعني نصيحة. يعني مشاريع هيك، اكسسوار، شموع، خشبيات، في منهم بيعملوا خشب يعني، كمان هدول مشاريع حلوه. يعني بالختام جمانة بدنا نتشكرك، شكرا لك، شكرا لكل شاب وصبيه اليوم بهي الظروف اللي عم نقطع فيها عم يجرب يوظف طاقته، سواء بالجانب العلمي وهو الاهم والتحصيل العلمي، وايضا بما يتعلق بهي الصناعات يلي رغم ربما تكون بسيطه او عاديه للبعض، انما هي عم تشكل مصدر دخل ورزق وافكار لاصحابها مثل جمانة ومثل كثير من الشباب والصبايا اللي عم نشوفهم. جمانة مرعي صاحبه مشروع سكر، شكرا كثير لك، نورتينا. انت من الجيل لازم نقول عنه ذهبي، بما انه مبلشة مشروع وكذا، ما بدنا ننسى نقول شكرا لوالدتك اللي معنا بالكنترول يلي داعمتك وعم تكون حدك بكل خطوه. شكرا كثير لك. شكرا لكم.